السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الفصل السادس من قصة علي مبارك، وهو الفصل ده بعنوان وزير التربية والتعليم. الفصل الخامس، الفصل السابق أخدنا مع بعض في فرنسا، كان بعنوان في فرنسا، واتكلمنا عن إن علي مبارك تم طبعا أو بعث إلى فرنسا، وإن كان في الأول في مشكلة إن هو يسافر، وكان محتار يسافر ولا لأ، لكن بعد كده استقر في الآخر وقرر إن هو هيسافر إلى فرنسا. لما سافر لفرنسا واجهته مشكلة، أو العقب اللي واجهته هناك أو الصعوبات اللي واجهته، إن المدرسين كانوا بيلقون الدروس باللغة الفرنسية، هو وفريق البعثة كانوا لم يفقهوا أو يعرفوا يعرفوا شيء في اللغة الفرنسية. ولكن طبعا بعد كده الناس اللي ما عرفوش اللغة الفرنسية كانوا بيرحلوهم الى مصر مرة تانية، لكن علي مبارك رفض ان هو يترحل لمصر، وانكب او اعتكف على كتب الاطفال اللي هي باللغة الفرنسية زي القاموس كده، وابتدى ان هو يتعلم اللغة الفرنسية لحد ما اتقنها وفعلا عرفها، وكان بيطلع الاول على دفعته، كان بيطلع الاول على الدفعة بتاعته، على الفرقة بتاعته. وبعد كده رجع لمصر تاني، وحصل حاجات كتير جدا، وراح شاف اهله بعد مدة حوالي 14 سنة. والنهاردة ان شاء الله بقى هناخد مع بعض الفصل السادس اللي هو وزير التربية والتعليم. نقرأ مع بعض وهنشرح واحنا بنقرأ. بيتكلم عن ايه بقى؟ بيقولي: وكان علي معروف بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على ما يكلف به من اعمال، وان لم تكن في تخصصه الهندسي فاسندت اليه امور عجز غيره عن النهوض بها، فقام بها خير قيام مما زاد الثقة به والاعتماد عليه. علي مبارك كان معروف ان هو عنده اطلاع كتير جدا، يعني معرفة او قراءة، كان بيقرأ كتير جدا، فعنده علم كتير وثقافة غزيرة، وكان عنده كمان قدرة او استطاعة، يعني انه اي عمل كان بيكلف به كان بيقوم به وكان بينفذه، يعني الحاجة اللي بيتقال له عليها كان بيعملها فعلا حتى لو ما كانتش في تخصصه الهندسي. المهم، مضى صاعدا في درجات المجد التي كان يتمناها، حتى أسند إليه عباس، اللي هو عباس باشا أو الخديوي عباس، أسند إليه أكبر منصب في ميدان التعليم، اللي هو كان إيه بقى، اللي هو كان وزير التربية والتعليم. فتعال بنا نرافقه في هذا الميدان لنرى كيف أداره ونال التقدير والاحترام من الناس. تعالوا بقى نشوف الدرس بتاعنا كده بيتكلم عن ايه. اول حاجة بيقول لي: لم يكن للمدارس المصرية حين ذاك قانون ينظم سير التعليم فيها. في الوقت ده ما كانش فيه قانون بينظم سير العملية التعليمية، كان كل واحد بيدي اللي هو عايزه. وفي الوقت الدولة العثمانية اصلا كان التعليم كان متدهور جدا، الحالة التعليمية في عند المصريين كانت متدهورة جدا، ما كانوش بيهتموا بالتعليم ولا بالثقافة ولا اي حاجة خالص، ويؤدي الفائدة منه. فأراد عباس أن يضع لها قانون أو يضع لها ذلك القانون، ولما كلف بعض المختصين بوضعه لم يستطيعوا أن يحققوا الرغبة المطلوبة منه. كلف كذا حد بالعمل ده، لكن للأسف ما كانش قادر إن هو يقوم بهذا العمل المطلوب منه، فكل واحد كان بياخد التكليف ده كان بيفشل في أدائه. فدعا العالم الجليل علي مبارك وأسند إليه ذلك العمل. قعد يسأل الأول عن علي مبارك لحد ما عرف إن هو إنسان بيقدر إن هو بيستطيع إن هو يعني يعمل اللي هو ما يكلف به من أعمال، وإن هو عنده ساعة اطلاع وعرف إليه المعلومات دي كلها عنه. المهم، هو عمل راح دعا العالم الجليل علي مبارك وأسند إليه ذلك العمل، قال له: أنا عايز منك إن أنت تحط لي قانون ينظم سير العملية التعليمية في مصر. وفعلا ابتدى بعد كده، بعد ما اداله هذا التكليف، ان هو بعد كده علي مبارك قدر ان هو يقوم فعلا بهذه المهمة، وقدر فعلا ان هو يعمل كده. بيقول لي اهو خلاص، فبيقول لي وعرض عليه طبعا، فنال اعجابه وهنأه على قدرته ودقته. يعني بعد ما علي مبارك حط القانون ده، عرضه على عباس باشا وفعلا نال اعجابه وهنأه على قدرته وعلى دقته في وضع القانون ده، وانعم عليه برتبه الاميره لاي. رتبة الأميرة لاي دي رتبة من رتب الجيش، وكمان مش بس كده، كمان عينه ناظرا للمدارس، ناظر المدرسة، مش ناظر المدرسة اللي هو معروف بالمعنى اللي هو الحالي دلوقتي اللي هو ناظر المدرسة، لا، ناظر المدرسة زمان اللي هو وزير للمدارس، ناظر المدارس اللي هو وزير المدارس.
اللي هو وزير التربية والتعليم يعني، فكان أول وزير مصري تولى هذا العمل، وكان من قبل ذلك في أيدي الأجانب يعبثون به كما يشاءون. قبل كده كان التعليم ده في أيدي الأجانب والعثمانيين، كانوا هم بقى بيعملوا اللي هم عايزينه في المدارس المصرية، ما كانوش بيدعوا تعليم، ما كانوش بيهتموا بالتعليم جد خالص 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 في مصر. وقد أعطى ذلك العالم الفاضل التعليم أكبر رعاية وإيه وأجلها. إزاي بقى عمل إيه؟ أول حاجة كان بيعملها، وياريت وانت كده تحط خطوط كده معايا، أول حاجة كان يضع بنفسه الكتب للمدارس أو يعاون المعلمين في تأليفها. هو بنفسه كان ساعات بيألف الكتب، أو كمان كان بيقعد جنب المعلمين وهما بيحطوا الكتب دي بيألفوها، وكان بيقعد معاهم عشان يألفها معاهم. دي أول حاجة. تاني حاجة، لم تشغله أعماله الكثيرة عن الإشراف عن مأكل على مأكل والتلاميذ وملبسهم وما إيه وملبسهم كمان، يعني ما كانش مهتم بس بالتعليم فقط، لا ده كان بيدخل كمان للتلاميذ وبيشوف لابسين ايه وكانوا وبياكلوا ايه وبيعملوا ايه، لان المدارس دي كانت مدارس اللي هي الداخليه كده اللي هم بيقعدوا فيها فتره طويله، فبيشوف هم مرتاحين في طبعا لانه هو كان وهو صغير. لو تفتكروا كده معايا في الفصل الدراسي الاول قلنا لما دخل مدرسه القصر العيني وكان متخيل ان هو هيلاقيها حاجه تانية واكل وحرير ولبس وحاجات، لكن للاسف ما لقاش كل ده، فهو ما كانش عايز الاطفال او الاولاد في المدرسه يعانوا من نفس المشاكل اللي هو كان بيعاني منها. فطبعا زي ما قلت لم تشغله أعماله الكثيرة عن على الإشراف أو عن الإشراف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم. فكمان بقى إيه بقى بيعلمهم بنفسه، فيعلم بنفسه إيه التلميذ كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يقرأ، كيف يكتب، كل الحاجات دي التلميذ نفسه واحد واحد كده. كان ممكن يقول له لا كل كذا، طب إيه اللي مش عاجبك في الأكل، إحنا ممكن نعمل لك إيه. وكمان كان بيهتم جدا باللبس والنظافة بتاعة التلاميذ. ومش بس كده، ده كان كمان بيدخل للمعلمين بيشوفهم إزاي كانوا بيشرحوا الدروس خلاص، كان كمان يلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس وكيف يؤدب التلاميذ. كان بيدخل كده الفصل للمعلم وهو بيشرح، بيشوفه كان بيشرح ازاي، ازاي لو الولد غلط ازاي هو بيأدبه ويرشدهم الى ما ينبغي ان ايه ان يصنع. كمان بيقول له انت المفروض تعمل كذا وما تعملش كذا، لينشأ التلميذ صحيحا واعيا قادرا على خدمة ايه خدمة بلاده. كان عايز نشء وعايز جيل يطلع يكون جيل متقدم وعنده قدرة على ان هو يقول رأيه وان هو يخدم ايه يخدم بلده. فلا يمضي يوم الا ويدخل عند كل فرقة ويتفقد احوالها. كان كل شوية بيدخل عند كل فرقة، والفرقة اللي هي ايه اللي هو الصف الدراسي اللي هي المرحلة الدراسية يعني اولى وتانية تالتة كده. فكان كل يوم بيدخل عند فرقة مختلفة، كان بيتفقد احوالها، بيفضل ايه يتعرف على احوالهم يشوف بيعملوا ايه، ويشدد على الضباط والخدمة في القيام باعمالهم خير قيام. كمان كان بيأكد على الضباط كمان ان هم في المدارس العسكرية دي ان هم كمان يهتموا بالاولاد والاطفال او الاولاد يعني اللي كانوا موجودين في المدرسة اهتمام كبير. ولم يكفيه ذلك أداء لواجب الوطن، فكان يلقي دروسا في هذه المدارس أيضا. كمان كان بيدخل هو بنفسه وكأنه بيشرح، يعني متخيلين معايا لو وزير التربية والتعليم جه زيارة المدرسة في يوم وهو اللي دخل أصلا كان بيشرح للتلاميذ، طبعا دي بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. فهو كان بيعمل كده علي مبارك، ما كانش عنده أي تكبر خالص، بالعكس كان إنسان متواضع جدا، كان بيهتم جدا جدا بالتعليم، لذلك نال وأصبح وزير التربية والتعليم زي ما قلت في وقت ما كانش في أي حد بيمسك هذا المنصب، لأن التعليم في الوقت ده كان في أيدي الأجانب والعثمانيين، كان هم اللي بيعملوا بيه كل حاجة هم عايزينها، بيعبثونا في التعليم كما يشاؤون. تعالوا بقى نشوف مع بعض الأسئلة اللي ممكن، هو ده الفصل بتاعنا، الأسئلة بقى اللي بتيجي على الفصل ده. أول حاجة بيقول لي السؤال الأول، ما أهم الصفات التي تميز بها علي مبارك؟ تميز بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إيه؟ على ما يكلف به من إيه؟ من أعمال حتى لو كانت في إيه؟ في غير تخصصه الهندسي. المنصب الذي تولاه علي مبارك في ميدان التعليم في عهد عباس الأول، تولى إيه نظارة المدارس؟ يعني كان وزير التربية والتعليم. ما الأمر الذي أسند للخديوي، ما الأمر الذي أسنده الخديوي عباس لعلي مبارك في ميدان التعليم؟ أسند له إيه؟ قانون. أول حاجة قال له أنا عايز منك قانون، حط لي قانون، يبقى أمره بوضع قانون ينظم سير العملية التعليمية في إيه؟ في المدارس المصرية. لماذا أراد عباس أن يضع قانون للمدارس المصرية؟ لأنه لم يكن للمدارس المصرية في هذا الوقت قانون إيه ينظم سير العملية التعليمية. بما أنعم عباس على علي مبارك حينما نجح فيما كلفه به، أنعم علي برتبة الأميرة لاي، وقلنا الرتبة دي يعني رتبة في الجيش، رتبة كبيرة في الجيش، وإيه ومش بس كده، بعد كده كمان عينه ناظر للإيه للمدارس المصرية، فكان هو أول وزير مصري يتولى هذا المنصب. ما الأعمال التي كان يقوم بها علي مبارك مع تلاميذه؟ كان إيه الأعمال اللي هو بيعملها؟ أول حاجة مثلا كان بيشرف على مأكل التلاميذ وملبسهم، راحتهم، تعليمهم. كان بيعلم التلميذ إزاي يأكل، إزاي يشرب، إزاي يلبس، إزاي يقرأ، إزاي يكتب.
كان كمان ده بالنسبه للاعمال اللي بيقوم بها مع التلاميذ. اما بقى لو جه قال لي ايه الاعمال اللي كان بيقوم بها للتعليم او المدارس، او اذكر ما يدل على اهتمام علي مبارك بالتعليم والمدارس، هقول له اول حاجه كان يضع بنفسه كتب للمدارس او بيعاون المعلمين في تاليفها. تاني حاجه كان بيشرف على ماكل التلاميذ وملبسهم وتعليمهم وراحتهم، وكان بيعلم التلميذ كيف ياكل ويشرب وايه ويقرا ويكتب. الحاجه كمان الثالثه ان هو كان بيلاحظ المعلم نفسه ازاي بيلقي ايه يلقي الدروس وكيف يؤدب التلاميذ. كان كمان بيشوف المعلم ازاي بيشرح وازاي كان بيؤدب التلاميذ، وكان بيرشدهم ان هم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، وكمان كان بيشدد على الضباط والخدمه في القيام باعمالهم خير ايه خير قيام. مش بس كده، ده كمان احيانا لما كان بيروح يزور المدارس كان هو اللي بيلقي ايه الدروس في المدارس ايه بنفسه. بكده يكون انتهى الفصل السادس من قصه علي مبارك.